ايه رايك في الاكل يا عمر؟ حلو قوي. انا اللي عامله على فكره. هي اللي صممت بتدخل المطبخ وتسالني على كل الاكل اللي انت بتحبه. هي اللي صممت. انا ما كنتش عايزاها والله تعمل كده، كنت عايزاها ترتاح. يجنن الاكل. تسلم ايديكي. ميرسي يا طن. عامله ايه دلوقتي يا ماما؟ الحمد لله يا حبيبي، احسن كتير. بتاخد كل الادويه اللي قالوا عليها الدكاتره. خدي مني بقى. تسلم ايديك يا حبيبتي. تسلم. طب انا هطلع بقى عشان ما نمتش طول الليل. طب كملي طبقك الاول وبعدين اطلعي ارتاحي. لا مش مشكله، مش فاهم. ابقي خلي بالك من تصرفاتك قدام البنت. هو انا عملت ايه؟ راعي مشاعرها شويه. دي بنت غلبانه مسكينه، مخروب بيتها، حياتها كلها بايظه، وانت قدام منها كل يا حبيبي وتاكلي جوزك. ما يصحش. وبعدين العين وحشه يا حبيبتي. ماما عندها حق. انا بتعامل بطبيعتي، ما قصدتش ان انا ضايقه. انا متاكده انك انت مش قصدك، بس راعي خلي بالك. يو يا مصطفى، ده وقته؟ اشوف مصطفى عايز ايه. عمرو انا بجد متضايقه ومش مبسوطه خالص من الوضع اللي احنا فيه ده. طب ممكن تهدي؟ علشان انا عندي ليكي مفاجاه حلوه قوي. انا طلبت من طارق يشوف لنا شقه حلوه علشان تنقلي فيها ويبقى بيتنا الجديد. بجد؟ بجد يا عمر؟ ده احلى خبر سمعته في حياتي. بس انت مطمن لطارق ده للدرجه دي؟ اه طبعا مطمن له جدا، ده تربيتي. وفي مفاجاه تانيه احتمال تحصل قريب، بس مش هقول لك عليها دلوقتي، هقول لك عليها في وقتها. انا لازم اقفل، مش عايز حد يحس بحاجه. بوسينا هتنزلي تقعدي معانا شويه؟ اصل انا مش داخله دماغي حكايه النوم دي. مش هنزل يا عمر بصراحه، بقى بيتحرق دمي لما بشوفكم مع بعض. طب خلاص ما تنزليش لو بيحرقوا دمك. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.